الصين ورانا ورانا لحد ما هتدمرنا على الاخر. الفترة اللي فاتت كورونا، ودلوقتي في صاروخ هينزل على الارض وممكن يدمر حاجات كتير جدا بسبب ان الصاروخ ده فقد السيطرة بتاعته. وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده، ولكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل اتمنى انك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكرة في فيديوهات صغيرة. وتعالوا كده نروح نشوف الموضوع بتاع الصاروخ، هل فعلا الصاروخ ده هينزل على مصر وهيأذي حد او هينزل على الدول الاخرى ولا لا؟ طب يا جماعة دلوقتي يتكلم في الموضوع ده الدكتور جاد القاضي. الدكتور جاد القاضي ده رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. الراجل ده اتكلم وقال ان في فعلا صاروخ خرج من وحدة في الصين، والصاروخ ده خرج عن السيطرة بتاعته، تائه خلاص بقى الصاروخ مش عارفين يوقفوه، الصاروخ شغال عمالك يمشي فوق الدول من غير ما حد يعرف ازاي ما تعرف. وتعالوا بقى نروح نشوف تفاصيل الموضوع ده بالكامل وكل التقارير اللي اتعملت من الصحائف المصرية وايضا الصحائف الاجنبية، هقول لكم التقارير دي كلها. كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالاقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني CZ5B لونج مارش عن السيطرة، مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء. وأوضح رئيس معهد الفلك في بيان له أنه في الواقع أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث أنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني لونج مارش 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام. بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل. ده كلام بقى اللي قاله مين؟ دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. تعالوا بقى نشوف الدكتورة سوزان الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد أن الصين قد أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 أبريل 2021، حيث أطلق صاروخ لونج مارش 5B بنجاح وحدة تيانخا التي تزن 22.5 طنا من وين تشان يوم الخميس بالتوقيت المحلي. وانفصلت يانخا عن الجسم الرئيسي للقاذفة بعد 492 ثانية من الطيران، ودخل مباشرة مداره الأول وتابعت. لكن قاذفة البعثة 5B لونج مارش 5B وصلت أيضا إلى المدار وتتجه بشكل غير متوقع إلى الأرض، والتي يبلغ وزنها 21 طنا. يعني الموضوع ده الصاروخ ده بس وزنه يبلغ 21 طنا، حاجة غبية جدا، وطولها حوالي 30 متر. وتشير البيانات أن هذا الصاروخ يدور في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 إلى 260 كيلو متر وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلو متر، مما يجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالي 90 دقيقة في مدار بيضاوي. كما أوضحت الدكتورة سوزان أنه تم تصميم لونج مارش 5B خصيصا لإطلاق وحدات محطة فضائية في مدار أرضي منخفض، ويستخدم بشكل فريد في مدار أرضي منخفض، ويستخدم بشكل فريد جزء أساسي مرحلة أساسية وأربعة معززات جانبية لوضع حمولته مباشرة في مدار أرضي منخفض. ومع ذلك فإن هذه المرحلة الأساسية هي الآن في المدار، ومن المرجح أن تقوم بإعادة الدخول غير المنضبط خلال الأيام المقبلة، حيث يؤدي التفاعل المتزايد مع الغلاف الجوي إلى جذبها إلى الأرض. وقالت وإذا كان الأمر كذلك فستكون وحدة من أكبر حالات إعادة الدخول غير المنضبط لمركبة فضائية، بينما توجد احتمالات غير مؤكدة بأن تهبط على منطقة مأهولة. ده بقى الكلام اللي قاله رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، واللي قالته أيضا الدكتورة سوزان مساعد في المعهد. طيب موضوع بقى أنه هينزل في مصر ولا مش هينزل في مصر، ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه. هل فعلا هو هيعدي على مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط صعيد مصر ولا لا؟ طيب في تقارير تبع جرايد او صحف محليه قالت ان الصاروخ الصيني سيمر فوق مركز ديروت التابع لمحافظه اسيوط ويتجه في المرور بالجنوب الغربي وصولا للشمال الشرقي لجنوبي سيناء وجنوبي فلسطين مرورا بالاردن والعراق. ده بقى كل كلام او كل ما يخص الموضوع ده. طيب هو هيهبط فين؟ لما سالوا الناس بتاعه الفلك او بتاعه المعهد القومي للفلك قال لهم يا جماعه ان احنا ما نعرفش لحد الان هو ممكن يهبط فين، هو ممكن يضر ايه، هو ممكن يعمل ايه. طب هل
هل في اجزاء منه هتقع؟ قالوا فعلا في اجزاء ممكن تنزل منه، ده الكلام كله اللي قالوه. طب لحد الان ما فيش اي حاجه بخصوص الموضوع ده غير الكلام اللي انا قلته ده كله على كل المواقع وكل الجرايد وكل حاجه، اي حاجه في جرايد في اي حاجه هتلاقيها انا قايلها في نفس الفيديو ده. ده كان الموضوع باختصار شديد جدا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم.